الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اسم حضرتك بقى؟ اسمي علي حسن لازم. حضرتك يا عم علي، كنت من ضمن الصيادين الموجودين في راجعين من تونس. ايوه، كنا احنا طالعين مركب سجن هنا 16 بحري. اسمها ابو اشرف. 16 صياد يعني؟ ايوه. طالعين من هنا. لا، مركب ابو اشرف دي. لا، اسم المركب ابو اشرف. كان عليكم 16 صياد صح؟ 16 يا جماعه. طالعين نشتغلوا نصطادوا سمك في المياه الاقليميه. بين تونس وبين ايطاليا وبين الحاجات دي، المياه الاقليميه. فطبعا سافرنا 6 ايام ورحنا نشتغلوا، جت المركب المحرك عطل. جت القطعه التونسيه الحربيه جت خدتني دخلتنا وخدوا ايه؟ سمكني. ماشي. وجت السفاره جت ما جاتلناش ولا حاجه خالص. دي السفاره المصريه. السفاره المصريه بعت لنا واحد تابع لها نجار هو هناك. ماشي. المهم لا جابوا لنا اكل ولا ما دوروش علينا حاجه خالص. واحنا عاملين اتصالات واستفدنا بناس في دول. طب تانية. الاول عم علي، انتوا اكلتوا ازاي وكنتوا بتاكلوا ازاي؟ انتوا قعدتوا كام يوم الاول في تونس؟ قعدنا في تونس 16 يوم. طب 16 يوم كنتوا بتاكلوا ازاي بقى؟ كان كنا ماشيين على المراكب نشحتوا منهم مش حاتم من المراكب. لا، بعد اللي ضبط المركب بقى والسلطات التونسيه قبضت عليكم بقى، كنتوا بتاكلوا ازاي في الحبس هناك او في السجن؟ لا، احنا كنا قاعدين في الجرافه في المركب كنا فيه. يعني كنا حابسينكم في نفس المركب يعني؟ نفس المركب كنا فيه. في زمايلك كانوا بيقولوا كانوا بيعاملوا لكم معامله كويسه وكده يعني، ولا هي كانت معامله عكس ذلك؟ لا، بص، التونسيين معاملتهم كويسه، احنا ما اتعاملناش وحش الا لما جينا مطار القاهره هنا. مصر. لما جينا مطار القاهره عاملنا وحش. عاملونا احنا كنا مسافرين هجره غير شرعيه. يعني عاملوكوا كده يعني كهجره؟ ايوه، عاملونا محضر هنا كده هجره غير شرعيه، ورحنا النيابه واتحبسنا مع القتالين ومع الحراميه كان في حته بالظبط بقى في مصر بقى في مطار القاهره؟ مطار القاهره الجديد. تمام. ماشي. وودونا النيابه ايه؟ المهم ودينا النيابي ورحنا ودينا الامن العام، يعني بهدلنا احلى بهدله هنا في مصر، احلى بهدله شفناها في مصر هنا. قعدنا 3 ايام بدون اكل، ودول واخدين الاكل ما رضوش يدخلوا الاكل منهم يودوه. عم علي، في رساله حضرتك عايز توجهها للمسؤولين في الدوله بخصوص الصيادين؟ عاوز اقول لهم يبصوا للصياد ده شكله ايه؟ الصياد ده اغلب ما خلق ربنا. يعني بيضحي بنفسه يروح يموت ويتقتل وده كله ولا حاجه واصل بيسالوا فيه. يعني احنا انا واحد من الناس جاي من تونس، جايبين مودوني على ورقه ب 2000 جنيه لما اجي هنا اروح ادفعهم ثمن التذكره اللي انا جايبها. التذكره 2000 جنيه غير مصاريف، وغير كده العربيه اللي جايباني من المطار لحد هنا 150 جنيه. طب انا طالع اجيب 10 جنيه اوكل بيها عيالي، هتلاقيني مديون 2000 3 جنيه يدفعهم ياخدش السجن. فانا بطالب المسؤولين في الدوله يرحموا الصياد ويشيلوا عنه المصاريف دي. طب حضرتك عم علي، انت قلت لي انت ليك ابن برضه ممسوك في او محبوس في. انا عاوز اعمل بقى الكلام، هيبقى تبع. لا، هو اتفضل كده. كلم. عندي عيل ممسوك، مش عيل، عندي ابن اخويا وابن عمي وابني 15 نفر بقى لهم 8 شهور، وواحد كان مقتول معاهم 8 شهور استعادي ممسوكين في ليبيا، ما احناش عارف له. كل 10 ايام يخشوا محكمه وتتاجل، ما احناش عارف له. يلا، محبوسين حاليا في ليبيا؟ يعني محبوسين في السجن في مصراته في التفنيه بقى لهم 8 شهور دلوقتي. لما نالهم دفعنا لهم 3000 جنيه للمحامي عشان يطلعهم لسه، وعاوزين مننا كمان 3000 جنيه كل واحد، كل واحد 3000 جنيه كيف فالي، وما فيش فايده. يعني احنا انا مش عايز اقول لك انا بعت ايه عشان اكمل ال 3000 جنيه اللي هم راحوا.